وروح عن خسيس كأ وما ضه لا يقف وروح ميان هوية دلن ميان وحدة دلن بدل كسوفور بع وح عن خسيس كأ ميان هوية دلن أفر إلى بعدين كسا على السوشيال ميديا هوية عيدة ده لفر ديا إيه بقصلي يا إيه الدوس ولي أنت اللي جاي إيه بلا عقل يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا توه على وراسك وصل هذا برنامج اللي في تيمي تحيقوك ولاك عفتح بودر اللي جوك استيجوك ساجوكتان بلا واحد قبل يعمل داري عفواتي عبادة الصبر وبرامج كان يفتي متى حيقولك بفضل حكاية وسادات كحنا تناك أنا سبسكرايب شاطف رجع بريك صار وقتها في غور يا إلا صار يفتي متى حيقولك إنترتينمنت يا رمي أبو شدة هذا ظهر إنه رجع تحت عاشق عطينا سير شهر جرب برامج كده ما تحضر يا برامج كنا كهذا أو عم فلان ده يخسيس خسيس دولة يا أمة الصومالية يا دنيا يا رضا الصومالية إنه خسيسيو أو حميو أو فواحش وحي اللي جح شون تري وحي اللي جح شون تري دولة يا إنه عادي كرديكو عادي دي إنه يوح عادي أمة الصومالية إنه غطوا اللي تدكي هو يتدكي الصومالية قبل بس بقدمي وروح اللي جح شون تري اللي جح شون تري إيه هو ينك رجع كح شون تري يا أيام ما تفان نقطة فان وين وين أو دكوين أنا حموج شرط دتك سيدة دكذا وين ما حموج دك دتك دك غف بقف وكب ملحوين يهي إنه كعقل بدينه بالموجش لكن واحد يصاب حريبة دتك قارك واسكب ملحوين المويانة غرف وين وح على وح كل حشلة هوا جرات مجد نين وين أو د ماذا حنت لقيها أديابش كي قالوا قرية وأنا سلاها دتك ما رح يوين تها ولقي حموج تطلع عقل بدنيه لكن قارب قارب ما بسيرو بيو كتيران بيو ما ذا حبيه كتيران وحلا ليه كده كتيران مثله نوين أو تي أو ما تقوم ويا جرات أم أدين ماي أو سوشيال ميديا هاي تصافر استه وح عايا هو يا سوماليا بالإلهي من إدن كده شيء قبيل ماها أو أضيم ماها أو حافظ ماها أو جبر ماها أو وهايو يعني هو واليدني ما يتقنين ماشي وقدم بيسوي أو إنت صفر يستولي بقى، سو جوس ولي بقى إنت هاللي جوس هاد ما يراها، سو جوس هاد ما يراها له، وجوس ولي إنت هاللي قصلي، جوس ولي بقى إنت هاللي جهي، وجوس هاد ما يراها كتير، أو دقني ندا يعلي حمدا كتير تا بنان كتاو، شو بقى كل شيء، لا هيبة إنت كل ده شيء شو بقى كل شيء، و معناها و مش عادي وجدا بيسوي كلمة ظهر طبعا تليان لما ذو فكرة الصومالي جري حجرا لو كلمة بدن وأصل كودو تلياني هاي لكن الصومالي وسيك لو قلوا واو كلمة الشوبة رأى مركينا تذكر الصومالي فهزي هرت الشوبة وتليان سيدا أنا قلنا واقع إن أنا معه كلمة الشوبة وحكاسي وين تاي بطانو أسيك اللي دين فهزي عيدا الصومالي ذك بركي قدومر بس عاين لا ياك أو حد ياك واحد سيدا لأن ماذا وحكسي وين هي كلي وحلي هذا وعيد قدام بيسا الضمر أسوء عايا مركا اللي قام حد وحا لما ذاك الموضوع قام حد يشرب مطبر كلا دافو ودلنا دافو وحيد قال هي كلي هي كلي والاست وعيد وقد بحبك كلمة دم بيانوي هي كلي كلمة دم إن تاسع وديقن تاع معنا بطاني كسي وين تا شوب وبطاني كسي وين تا وقراد قسوي نيكاسي تصافر في السوشيال ميديا مرحورا راك ويا برا وروح عن ميان وتضلين وروح مدول كسوفور با ورميان هو يا صاحب ورميان هو يا دلين ورني هو وح كلبا ها وح كلبا ها لكن هويو ورهويا واتن ورهويا ونمعو ورهويا ومعان ورهويا واحد دريمي كان معان كذا قف كي رتن ما كسوفري هذا هويا تشري ادون كريم تشري war walayaan ma soo war kitaabka ilaahay baa lagu sheegay war quraanka lagaga hadlay war ahadiista nabiga lagaga hadlay war nabigeena ka hadlay hooyo qiimaha ay leedahay diinta islaamka koona walba lagaga hadlay haduu hadiis yahay iyo haduu aayadka ilaahay yahay dhan walba waalidka waa lagaga hadlay khaasatan hooyada inta soo furistay buur hadda hadda shuma qasay hadda ay u qaatan ay la qahay حتى ولا مقاتل ولا قوة مشوب ما أي هو يداو أي حتى معها وهبار نللي يري هو يداو راح كسمين أي معها هاو قادرين إن عيتها وهبار كي قدم بيوي
waala xitaa ma hawaalo majnuun noqo ila waaliye miir qabtoona hooyada macnaha ugu hungreemaysay waa habaarkii ugu dambeeyay weeye Soomaalidu waxa haystaa hooyada waxa ku sameey inay cay tahay wallahi cay ma waa habaar nikelna bulshadan oo Soomaaliyeed ayuu waxa la soo dhig marka anigu lama yaabani aqal xumada iyo madaxa biyaha kaga jira iyo xoolanimada ku jirta aanu lama yaabani laakiin nikeli infectionka uu qaybinayo iyo xumaanta uu qaybinayo dhalinyarada qaasatan kuwa qurbaha jooga waxaan arkay gabdho Soomaaliyeed waxa leeyihiin gabar kale shubax ku dhashay Ilaahay baan idinku dhaashay dhalinyaradii baa isleh markaas uu leeyahay hal hays bay ii tahay halays war haddaad hungurooto waa la hadlaa habaa la dhisaa wax lagu herabay haddaad hungurooto waa la hadlaa habaa la dhisaa wax lagu helo haddaad talent kale lahayn ood abwaan ahayn ood fanaan ahayn ood hobal cod baxsan ahayn oo mataajilaysta ahayn oo jira ahayn oo siyaasi ahayn oo muhiimadda social media ugu jirta inay tahay hooyo cay hal hayskayga waa ikula hal hayskaygi weeye ma hooyo la cay hal haysku noqonaya waa bila talent dii wax allaahay wuxuu bulshada Soomaaliyeed u soo gudbiyay oo aan xumaan iyo cay waad la cay ahayn waxa dadu aba cayla ya waxna ma hala laakiin hooyo nikan mid kale wuxuu maqlay dowladda qoyiga bariga ciyaalnimada bariga kubada ciyaar jiray waxa jirtay erayo ciyaalku markay yaryar yihiin ay siinadaan laakiin laga edbiyo tusaale in siinaba kubada ciyaar ay saaro kale hadii mid u qabto oo mid u gooyo tuunari wax u galiyo alla garacsana baa loo rajay hadii laga maqlo kelmadda ya alla hebel waa garac wallahi caad hadii laga maqlo dhinkad baad dabada lagu qabay waa laga edbin jiray waa caruurnimadii waa 8 jirkii 9 jirkii 10 jirkii baa waxa loo rajay wixii oo wax lagu sii daray oo waxa weeyatay oo makshuuf ah buuti social media la soo farjaciin shoo wax la bashaa hadii la yiraahdo hadda cayu qaatana cayu way hadda wanaag u qaatay wanaag way waa xayawaannimo iyo aqli xumo iyo damiir xumo iyo dadnimo xumo tii ugu dambeysay weyn waxaan islahaa waxa weeye nacaska hadii la waaniyo oo wax loo sheego waa qaadanaya ilaa qofka binaadanka waa khaldama ilaah uun baan khaldamin anigu khald waa iska dhaadhici karaa waxbaan isboodsiin karaa laakiin hadii layna isteexeliyo oo liyaador boodara waxaanad ku jirtaa waa khald baraad arrintan ku hadlaysidna waa gef waxaana wax fiican maaha hooyana cay ma geydo hadii la yidhaahdo dawa inaan qaataa mid kale hal hayska ku noqonayo shubaa ku dhashay maxay tahay bal ilaahay ba waxa la yidhaahdo taqaana soomaalidu waxa ku mahmaada soomaalidu waxa ku mahmaada nin iyo gogoshi isu eeg ninkan dhaqankiisa gudaha insaytu ugu jiray iyo waxan dibadda u yaalo inaga waramaya waa dhaqankiisi weyn dhaqankiisi caadiga ahaa ee naturalka Ilaahay ku abuurey ayaa sidan ah inuu bulshadan oo sheekh leh oo shariif leh oo caamale oo caalim leh oo mid yar leh oo mid weyn leh oo waalid leh intuu soo hor fariisto inuu dadka Soomaaliyeed xitaa dadka daawari wuxuu leeyahay shuba ay dhashay ha shuba gowsa aad moodid ku wii doofaarka mid waliba intaa laegtahay aqli xumo iyo dhakaweynaan iyo madax biyo ku jiraan iyo maskax la'aan iyo aqoon la'aan laa yaqra walaa yaktub maadiya diini labada siirukay sa innaba qofka ama diin baa celisa ama damiir baa celiya diinna malaha damiirna male yuu yahay qofka damiir kale ee bini aadanka insaanka ee muslimka sheeganaya ee intuu soo fariisto hooyo afrikaad hooyo caayaya bimacnaa mid kale noogu markaad waalid caydid hooyada umbad cay haddaad qof ku tahay hooyadaadii waxaa noocaa kafeega haddaad tahay hooyada umbad cay marka ninkan habeen iyo maalin hooyadiisu caayaya waa nin habeen iyo maalin hooyadii caayaya weeye wallahi waa xaqiiq weeye ninkaasi hooyadii buu caayaa dhalinyara u nasteexaysay dhowr qof baa ka hadlay war waxaan ka xishood iyagii wuxuu guuray shubaa leenasha waxaan cus leeyahay kanad hooyada caaysa isagaa hooyada caaya waxaynu maraynaa marka qarni waxaynu u noolnahay maanta qof Soomaaliyeed intuu oo dhalinyaro ah oo wax laaliya wuxuu qabto intuu waayey waxa ninkan intee shaqadiisu hore ay magaraysayay uu Soomaaliya ka qaban jiray baan meeshan online day yaa jirri buu ahaan jiray jirrinimadii baan marka qurbaha ma taaladay
ولو تفايا كامية الناس على جراية ناس على جرا عمل قل فوفت المرنة جهاز الهضمية دكسين اللي حمل كان يجتري ده ده في واحد صوبر تبع جراية واحد شري جهاز الهضم الأورجري قل فوفت بنادك يا وبعدد بكلياس كي دقيق اللي جاوا الرمي شري مرك علومته دكسين اللي حلو مجري نكهة جهاز الهضم جواك يا ناس على جرا عنا مره هرجع شقد يسيو أتي لي أفريقيا الصومالي هل كلمة هالو مركز سوي حطاني يوم تصوم عليه تصوهر فريستو إنه هو يد الوهر عال وشرع بانكور وانا أرين حقيقة قفكي هو يعايا إن عيدا سوارد كيسا يكون نقلس مركز قرني واحد نتشوقنا قف انتو نصوهر فريستو هو يد الوهر عال مركز قار باكود دي دي أنا وحن كعريسنا عقل حمدي يسا يدقلني نادي سانو كما عريسني وحن كعريسنا تشيل كسوكوريا يعروت سوكوريسا يدني يردا يجب دها وحى انتو اي مغران يغنو اوراني محاي كان ديان تعمل كلمة دي وعادي وينو عادي هل هايسكي قوي وهل هايسكي محاي هل هايسكي اقا هل هايسكي وابدي لاهي ما ضحك ربوها القبسد قوان ما هو يدا كوتر شو ما كنا شي هو يدا باي وحى كوتر انت شايدان كي قصو مغا شي دمير كان انت قصو مغا شي اي هو يدا كوتر اي يدي اي شو ما كوتر ماض قرني قاسين النور قالوا إن استحيار دتك ور عيب حشود موقف عن حير إلا لما الحشونين دقى الحيرة كما هي سقفك بين هذا كأمد حينداب بولي قف أما الدين بعريسة أما تمير بعريا قال هذا عن إلهي أغونين يا وح أكوه الله يكما الله تمير كذا علمي قف دين إسلام الصومالية وهل كامل ما هو يد الوهر عاية ودد نجيسريا وعلي روح المها ماهي ماهي مهما هذو بقبته ونعس يهو الكها جوسها طمير كعلي بلا عقل جاي أنا يوم أنا رصه فرسان هو يضع عاية نيو وحكي لنا كان دقي سنو كان الله هو يضع عاية أنا يوم أنا رصه فرسان وما دنا دياها كوسخين وما دنا دياها كوسخين وحلي فندي المحلال بقى مصوع عارن حسك سام حبالي أرجع جاب حمت جهاز الهضم يهو وحوي دارك قدمتي خلا وروح وقف هذاك عم حوها حوها وروح وقف هذاك وبس لفي عاية هيبة هو يرسل الوهر عاية حتى إنه شاينه هو إذا إلهي بحوي عمرك عودة يا ريو وعوي امتحان بها يستي حتى إنه هو إذا سيلهي كنذي فرتو سهقي يا ور خير قبا كمدن بيه سهبين يا مالينا طيب دمتنا قبل بكو عاية وعاية بقينية حتى إنه شاينه هبين يا مالينا هو يرسل عاية لا يا هوكا وتشي يا ايد الفريسي دول يوحو حنيا حاطسي خير يا بركه يدري جن روح على طارتان سومالي اغنور غريا او وحوي ميشو كهدلي اسكا تورا او مر الله مر كان ارتان اسكو وحا كهدليا وحد قورتان خسيس سوقرا انو خسيس بانو بخي خسيس اكوي منو بخي مر الله علي مر كان ليش هاد كو ارتان إلا سكر واحد كتشو كل ما ينين هو يده هم ينمان ورعاء يوم تبغى ذكرني خسيس أخرى خسيس نكوين أخرى خير يا بركة دير جنية سير الشرقي يوم تصوبان دارينا وحلاه وعها كود ديننا وعاب قف كي هو يعاي وقف هو يده عاي خاصة دنيا قربها كوكري وح مود يا جرس هاي سكباشال يا عادي وح الوديش يقولي هذا حمار وقاعد تحمار وقاعد هذا ولا وقاعد ولا يكون غري منين هو يده عاي وانا كوكري قف كست أو قف كلا كوي هذا شو ما كنا شيء هؤلاء هذا هو يدي سوق قتل المامي فحوي وعاي هؤلاء هذا رني أطلع عليه وحها كود ضيعن خسيس كا إيش أصلا هذا مجوي خير يا بركة ديرك أنا وراك أفتح بور البرامج كيف تيجي تحققين كذا لا تنيت تدبك المدونة ورسني النبادين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.